بتهرز. سوري يا دي انت رخم يا. اوعى تفتكر انك هتنقطني. انت مضيع. اكسر الترابيزه دي على دماغك. اوعدك انت. طب عندك فرق توقيت. ده خلاك مذيع ربنا ينتقم منه. حموك شمين يالا يا ابن. لا ريت لمعني يا مش فاهمة. حلقة طلع محشطان. انت قاعد مع منجد يا عم عيب. معلش طب بقى تاني وديني الخمسين قرش. ايه اللي حرام؟ واحد ما يدريش نسوي، واحد حط ايده بيدينا، واحد ما يدريش نسوي، واحد حط ايده بيدينا. متخافش، هذا يمدح وهذا ينقل وانت بس شاهد عليه. اقلبني وش اقلبني على كيفك توني معدل هلم اقلب عدل الكاميرا شوية وعاطيني واو. زوم زوم زوم. انا عايزة الاعداد. انت بتفكر تكمل مذيع كتير. 3 2 1. اهلا بيكم وحلقه جديده من حيلهم بينهم. انا اول مره اعرف ان الدوري خلص وان الهداف جاب جونين بس. الكلام ده انا عرفته من تعالوا نشوف الحلقه ونشوف الكابتن عماد متعب هيعمل معانا ايه. five four three two one. اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من وجهه نظر. ضيفنا النهارده هو لعيب مهاري، مهاجم، هداف، هو الكابتن عماد متعب. اهلا بيك يا عمد. اهلا وسهلا، منورنا. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وكل شعب مصر بخير. ربنا يخليك. عماد، انا اكتشفت حاجه كده النهارده، اكتشفت ان اسمك عماد محمد عبد النبي ابراهيم. دورنا على متعب دي لانها بعيده شويه. ايه الموضوع؟ شهره؟ لا، هو عشان بتدعم المدافعين وكده. هو لقب العيله وتربط باللعب. يعني انا مش موجود اسم متعب في البطاقه بتاعتي، لكن ربطوه ان انا مهاجم واوقات بجيب اجوان وربنا بيكرمني. يعني ف على طول بتجيب اجوان. متعب مع متعب. الحمد لله. بتهدف من ربع فرصه زي ما بيقولوا عماد. يعني المفروض، يعني المفروض انت اصغر تستغل يعني اقل الفرص انك تحرز منها اهداف. وده الفرق بين مهاجم ومهاجم تاني. يعني في مهاجم تاني ممكن تجيله فرص كتير عشان يجيب منها جون، وفي مهاجم من ربع فرصه بيحرز منها اهداف. يعني عشان كده انت يعني بقيت اصغر مهاجم في هداف في مصر، فبيقولوا عليك مغرور، بيزعلوا من الحكايه دي. لا لا والله خالص. الحمد لله، عنده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. اول موسم لعبت فيه مع الفريق الاول الحمد لله فوزنا بالدوري، ده الاهم. وبعد كده اللقب الشخصي اللي انا حصلت عليه ان انا اخذت. عماد المهاجم بيلعب لنفسه؟ يعني انت ساعات بتلعب لنفسك، فالناس بتحس ان ده استعراض غرور؟ خالص. لا ما بيحصلش خالص. يعني الحمد لله، انا اتكلم على النادي الاهلي او عني انا شخصيا في النادي الاهلي، ده ما بيحصلش. بس انت عندك خالص. انجاز تاني يا عماد اقوله لك. قوله لي. بيقولوا انك صاحب اكبر تاريخ في المشاكل في لعيبه الكوره في مصر. رقم قياسي. ها ليه بس؟ ايه المشاكل اللي حصلت دي؟ وجهه نظر يعني، بتقول ان انت قد ما بتجيب اجوان خلاص قد ما بتعمل مشاكل. انا عن نفسي بحترم وجهه نظر اي حد سواء بينتقدني او بيمدح فيا. لا انت شايف ايه؟ انت شايف؟ لا انا مفيش حاجه خالص. انا في مشاكل اتحطيت فيها ما كانش ليا ذنب فيها خالص، اثرت عليا واثرت على الناس اللي بتحبني. يعني انت معترف انها اثرت عليك؟ اكيد طبعا، اكيد اثرت عليا، عشان انا ما كانش عندي خبره الكافيه ان انا اتعامل مع المواقف دي. الحمد لله يعني لما اخذت الخبره وتعلمت وسمعت من الاكبر مني فهمت القصه كويس جدا وشلت الموضوع من دماغي، لان انا مش غلطان فيها وما كنت السبب فيها. دي جت حاجات غصب عني يعني، وتطورت طبعا. مش عارف ليه هي تطورت بالشكل ده. اقول لك تطورت ليه؟ لانك بتحط نفسك في دايره الضوء في الشو، فغصب عن الاحداث. يعني في وجهه نظر بتقول ان انت شوي شويه يعني في علاقاتك من ناحية في حياتك. كويس، فهمني برضو. عايز افهم منك اكتر. اقول لك على حاجه. لما بتجيب جون خلاص بحس ان عماد جاب الجون ده عشان الكاميرا مش عشان الناس تفرح. ازاي يعني؟ عطني وش عندك يلا جول. كابتن عماد متعب، في المهاجم معروف ان هو بيحب يبقى هو دايما صاحب الاهداف وصاحب السبق في الملعب. هل لما رجع في لافيو المستوى الفظيع اللي احنا شايفينه دلوقتي، مستواك ليه نزل؟
لا خالص والله يعني. طبعا فلافيو من اول ما جه احنا بنقول عليه لعيب كويس، احنا عارفين ان هو لعيب كويس، لكن ده شيء طبيعي ان اي مهاجم بيمر بفتره طويله. بس انت تتمنى انت تجيب جوانه يعني. لا لا خالص، بالبلدي. لا خالص، اي لعيب في اي مهاجم في العالم بيتمنى انه يحرز اهداف يعني، ده شيء طبيعي وبيحصل في العالم كله، ان اي مهاجم يكون نفسه ان هو اول ما ينزل المباراه يكون هو. طب ليه لما علي قال عماد متعب ليه؟ لا خالص ما فيش، ده ما حصلش، هو ما فيش توفيق بس الفتره دي، لكن الحمد لله. ليه بقى ما فيش توفيق؟ الحاجه بتاعت ربنا. احنا نتكلم بقى على المشاكل الثانيه بقى اللي بره الملعب بقى نتكلم. ماشي. ايه ضايقت ولا ايه؟ ايه ضايقت ولا ايه؟ احنا لسه ما قلناش حاجه. الجو حر، عايزين نتكلم الكلام المهم. عماد انت عايز تمثل؟ لا طبعا، يعني دي حاجه انا مش حاططها في دماغي خالص الفتره دي. يمكن تعرض عليا حاجات كتير، لكن انا تركيزي كله في الكوره، لان لو ركزت في الكوره والتمثيل هيبقى صعب جدا حاجتين. لو ركزت في حاجتين مش هادي في الحاجتين بشكل كويس. فانا مركز في الكوره بس، وما بفكرش غير في الكوره بس. طب علاقاتك بالوسط الفني اخبارها ايه؟ سمعنا انها يعني زياده عن المفروض يبقى فيه مهاجم مركز في الملعب وهدف. لا خالص والله، انا علاقاتي بالوسط الفني زي علاقات اي لعيب موجود في مصر او اي انسان عادي له علاقات له اصحاب. ليه في مجموعه من الفنانين اصحابي بعرفهم بيكلموني ويسالوا عليا وبسال عليهم. بس مواعيدك غير مواعيدهم، المفروض اللعيب بينام الساعه 10، له نظام في الحياه غير انا مع الناس طبعا. انا معاكم مع الناس كلها ان مواعيد اللعيب الكوره غير مواعيد الفنانين، ده شيء طبيعي، وانا علشان عارف ده وبحافظ على ده، فبيبقى كل العلاقه اللي بيني وبينهم تليفونات، اللي بيربطني بيني وبينهم تليفونات، لو الظروف سمحت ان انا بقدر اشوفهم بيبقى في مواعيد تناسبني وتناسبهم. يعني انا مش هضحي بشغلي علشان خاطر مثلا ان انا اروح اقابل واحد صاحبي الساعه 4 ولا 3 الفجر، وهو مش هيضحي بشغله عشان خاطر ان هو يجي يقابلني الساعه 2 الظهر. اقول لك على يعني وجهه نظري انا. خلاص انا حاسس ان انت في شويه يعني فيلن. في ناس حاسه ان عماد بقى مغرور. مين الناس؟ ناس كتير. مين هم؟ ناس كتير. ناس كتير بتتعامل مع عماد. جمهور؟ لا خالص الحمد لله، كل جمهور وغير جمهور، كل اصحابي كل الناس. هو انت عماد انت ممكن تبقى في الشارع بتتعامل مع السايس، مع يعني مش شرط الجمهور ومش شرط بس الناس صح. القريبه صح. قوي منك. انا معاك صح. انا معاك صح، بس الحمد لله كل الناس انا بتعامل معاهم، كل الناس اللي انا بقابلهم بقدر الامكان بحاول. كل الناس؟ ما انا بقول لك بقدر الامكان بحاول اتعامل معاهم بشكل كويس، حتى لو انا متنرفز او متعصب بحاول يعني ابتعد عنهم، ما اختلطش بيهم، ما ارتبطش بيهم باي حاجه. اعطني وش عندك يلا قول. المخرج احمد البدري كويس، انت اتعاملت معاه؟ اكيد طبعا. وانتوا اصحاب؟ اكيد طبعا. مش كده؟ اكيد طبعا. طيب احنا استطلعنا وجهه نظره كويس، و تعال نشوف وجهه نظره كده معانا ونرجع نكمل الكلام ده. احتمال اكون مخطئ في الكلام اللي انا هقوله، بس انا هحكي عن تجربه شخصيه حصلت لي انا شخصيا مع عماد متعب. كنا بيجمعنا عمل فني يعني، وبعدين دخلت فلقيت واحد بيسلم عليا برنانه كده، انا اتخذت قوي كده، فكان معانا الحضري، فقلت له يا حضري متعب ايه ماله تقيل ليه كده وبتاع، فقال لي لا ده لطيف جدا وظريف يعني، بس انت هو لسه ما خدش عليك وبتاع، فحاول اقرب منه يبعد، اجي جنبه الناحيه دي يبص لي كده ويمشي. ايه يا عم الليله اللي مش هتحط دي يا عم حضري ايه متعب ايه؟ قال لي لا ده لطيف جدا، بس لما نيجي نصور مع بعض هيبقى لطيف. اجي له من الناحيه دي، يجي لي من الناحيه دي، ابص له جينا ناكل مع بعض يا عم تعالى، قال لا ما اكلش الحاجات دي، انا ما باكلش الحاجات دي، لا انا ليه اكل مخصوص، ايه يا جماعه انتوا ما جبتوش. فلقيت شخصيه قرنه كده، قلت لا يا عم ايه الواحد يبعد عن الشر ويغني له، فبعدت عن الشر وغنيت له، وجينا بقى نشتغل وبتاع، واحنا في وسط ما احنا بنشتغل قاعد يعمل استوبات، وابص له كده قلت له ايه احنا هنقعد كتير ولا ايه؟ المهم يعني الليله عدت، ده على جانب الشغل يعني، انما بالنسبه بقى اللي هو ليه كشخص انا مش عارف، انا يعني انا تعلمت يعني ان الكوره تديها تديك، انما اللي انا بشوفه بصراحه في عماد متعب ما مش عارف، بحس ان هو كده يعني بيلعب كوره كان نفسه يطلع حاجه تانية غير لعيب كوره، بيتقرنن على الكوره، يشوط الكوره يعني، الواحد لما بيضيع كوره يتهيأ له انه هيقبض دماغه في العارضه، ده يضيع الكوره عادي كانه ماشي على الكورنيش مش عارف. انت كان نفسك فعلا تلعب حاجه تانية غير الكوره؟ لا خالص، انا من صغري انا بحب لعبه كره القدم، وكنت بتمنى. طب دلوقتي واحد اهو اشتغل معاك كويس وانت قلت انه صاحبك،
مظبوط مظبوط. بيقول عليك سلمت عليه بأرنانا وانك فيلن و... البرنامج اسمه ايه؟ وجهه نظر. انا بحترم وجهه نظره والمخرج احمد بدري مخرج كبير. لما توصل وجهه النظر دي لواحد صاحبك ده معناه ان حتى انك بتتغر على اصحابك. والله انا بحترم وجهه نظره وده ما بيحصلش وهو حبيبي وهيفضل حبيبي برضه. ما بيحصلش. امال هو بيقول كده ليه؟ ممكن يكون ما كانش واخد باله مني بس يوم. لا عماد انت نجم ومعروف يعني. لا لا ما كانش واخد باله يعني. كان يعني كنا قاعدين مع بعض وكنا بنتكلم بس هو كان مركز في حاجه تانية. اه بس. طيب يعني مفيش مشاكل مع الاصحاب برغم اللي قاله الاستاذ احمد البدري؟ لا لا خالص. طب في مشاكل مع الستات او حاجات كده بتعمل مشاكل ساعات كده؟ ستات زي مين بالظبط؟ بس علاقات مش مفروض ان انت تبقى متواجد فيها بتتواجد. احنا بنتكلم عن المعجبات. انا بكلمك كلمه. انت بتقول على لا المعجبات مشاكل اللي حصلت. لا معجبات لا خالص يعني الحمد لله. بحاول بقدر الامكان اتعامل معاهم بشكل كويس. ما يكونش فيه يعني اسلوب ما يضايقهم او يجرحهم بقدر الامكان. وبحاول يعني انت بتحاول تراضي المعجبات؟ لا لا بيكون في حدود يعني. ما بحاولش ان ده بيأثر يعني. ما بحاولش ان يكون في معجبه تكلمني ان انا اديها امل او فرصه لحاجه يعني. بحاول اتعامل معاها ان في وجهه نظر بتقول ان لعيب الكوره المحترف كويس اللي هو شغله الكوره بيشتغل لعيب كوره. اوكي كويس. اللي بينام بميعاد بياكل بميعاد بيمشي بميعاد مظبوط كل ده مش مفروض ان هو يبقى له اي علاقه بمعجبات ولا حتى يراضي او ما يراضيش من الاساس. اللي هو لعيب الكوره ايه؟ لعيب الكوره انسان. بس انسان بيشتغل شغلته انه يبقى رياضي يبقى قدوه. اوكي ماشي. ما هو رياضي. الرياضي ليه كل يعني ليه معجبين ومعجبات بكل يعني بكل الاطياف يعني بكل اشكال الاطفال. بس انت معروف انك بتهتم بالمعجبات اكتر بصراحه. قول لي ليه؟ عشان عماد بس مش عارف يعني حصل كده كذا مشكله بسبب المعجبات وكذا كذا اشاعه فتربط بقى ان عماد بيهتم بالمعجبات اكتر من احد. طبعا اشاعه. كذا اشاعه. كذا اشاعه. اشمعنى عماد المقصود بالكذا اشاعه؟ ما اعرفش والله. ممكن يكون شايفين ان هو اكتر واحد هتكون ماشي مش مع مش ده اللي خلى مستواك قل الفتره اللي فاتت؟ لا ملوش علاقه خالص ولا بركز فيه اصلا. يمكن في فتره من الفترات كان مستواي قل. وجهه نظر بتقول في فتره من الفترات كان مستواي قل بسبب المشكله اللي حصلت لي ولكن الحمد لله قدرت اخرج من الموضوع ده والحمد لله ربنا كرمني وبان حاجه فيه. يعني دي وجهه نظر انا الشخصيه. كويس. اوكي. ان انت جيت في فتره كنت عماد اللي احنا يعني كلنا بنحبه وبنستنى لمسته للكوره مش الجون. أوكي. المتعب يا واد يا متعب زي ما كانوا المعلقين بيقولوا عليه. كويس. جيت في فتره ركزت في موضوع المعجبات ده فتاه منك التركيز. ازاي ركزت في موضوع المعجبات؟ مش فاهم. ركزت في نجاحك كلاعب كوره ما ركزت في شغلك كلاعب كوره. ركزت في نجاحي؟ لا طبعا. انا لو حطيت لنفسي ليميت خلاص مش هكمل كوره. لو عرفت ان انا وصلت لاقصى مرحله النجاح خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي. يبقى انا بطل كوره احسن يعني. انا لسه ما عملتش حاجه خالص في الكوره. طيب ماشي. فاصل قصير ونعود مع وجهه نظر. امسح. طبعا لازم امسح. مش عايزك تتضايق من الكلام ده. يا عم اتضايق من ايه؟ ده اللي بيدور في الشارع يعني. كان جدا بتهزر. طيب احنا عملنا استطلاع برضو لوجهة نظر الجمهور. اوكي. نشوفها ونكمل كلامنا. اوكي. متعب بصراحه لعيب مغرور وما اداش الاهلي حاجه ولا المنتخب ولعيب بتاع مشاكل ومع الجهاز الفني خناقات وكده. فانا بصراحه ما اقتنعش بيه كلعيب راس حربه بصراحه يعني. بس عموما يعني انا شايف ان عماد متعب لعيب مغرور قوي ومش بيركز في اللعب خالص. عماد متعب على فكره يعني اللعيبه اللي هو الغرور ذبحهم يعني. بتحس انه مغرور جدا في الملعب وبطيء بتخلص الهجمات فمرات غروره ده بيغطي يعني بيأثر على اداء الفرقه. مين عماد متعب ده؟ مش عارف يعني. بس انا اعتقد ان في روس حربه كتير قوي اكتر منه احسن منه بكتير قوي. احتراف ايه وبتاع ايه اللي هو بيفكر فيه ده؟ لما يجيب اجوان الاول في الدوري المحلي يبقى يفكر يروح يحترف بره. هو ده الكلام. لاعب عماد متعب يعني عنده مهارات بس في لعيبه اكتر في الوطن العربي احسن منه. في مهارات موجوده اكتر منه يعني. هو يمكن يزعل مني لما يسمع الكلام ده بس انا بقول الحقيقه يعني. والله انا حاسس ان عماد متعب اولا لعيب مش كويس وخساره انه يلعب تحت اسم نادي الاهلي زي نادي عريق زي ده. وانا شايف ان كل الكره اللي هو جابها والاجوان كتير قوي من اللي هو جابها كانت صدفه. عماد متعب انا ما اعتقدش ان هو لاعب يعني يستحق يلعب في نادي كبير زي نادي الاهلي يعني ومنتخب مصر. واعتقد ان هو لاعب محظوظ يعني بيجي له كور وبيجيب اجوان صدفه يعني. يعني احنا شلنا ناس كتير قوي في المونتاج كمان. شلتوا كم واحد؟
كتير، حوالي 360 370 يعني. كان في اربع خمس كاميرات بيسجلوا على مدار اسبوع. ماشي، دول كام يعني؟ انتوا حسبتهم كام واحد؟ لا دي عينه عشوائيه، ما هو يعني انا مش رح اسجل مع ناس، انا مش رح اسجل مع ناس في مدرج. اوكي ما اختلفناش، اللي يعني انت سجلت معاهم كام واحد؟ مش رحت الفرقه ثانيه سجلت مع الجمهور بتاعها. الفرقه اللي انت سجلت معاهم كام واحد؟ كتير. واحد قول مثلا 1000 2000 واحد. مثلا مع احترامي لوجهه نظرهم كلهم. ولا عينينا اي كلمه لهم. ازاي؟ طب ما ده غرور انك تتجاهل وجهه نظر اصحابك. انا عارف امكانيات، انا عارف امكانيات، انك تتجاهل. الحمد لله انا عارف امكانيات نفسي كويس جدا. وجمهور امكانياتك دي، جمهور النادي الاهلي امكانياتك اللي عارف استها من خلال ردود الافعال. طبعا صح، طبيعي، شيء طبيعي. يعني لو بتجيب الجون الجمهور ما بيهيص، كنت هتقلق، هتزعل اكيد طبعا. صح اكيد طبعًا. الجمهور ده هو ده، هو اللي على الشاشه، هو اللي مش عاجبك ده. لا لا، مين اللي مش عاجبني؟ امال ايه؟ انا بحترم وجهه نظرهم جدا، لكن طب هتعمل ايه عشان تعالج؟ هتعمل ايه؟ يحتفظوا بيها لنفسهم. مين هداف الدوري؟ ده في الدوري فلافيو. مين تاني واحد ده في الدوري؟ انت. طيب طيب، بس انت يعني انا بكم جون؟ خمس تجوان. خمسه، شايف ان خمسه رقم كويس؟ انت شكلك ما اتفرجتش على ماتشات بقالك سنتين. ليه؟ ده الكلام اللي مكتوب لي. يبقى اللي كتبه لك ما اتفرجش على ماتشات. طيب ستوب ستوب. يا عزت امسح العرق. انت كاتبين لي خمس تجوان؟ هم أربعة؟ لا اتنين. اتنين؟ اتنين ولا ايه ولا بتهزر؟ لا اتنين. مش فاهم. اتنين؟ اتنين. اللي انت لعبت كم ماتش؟ لا ما انا هداف الدوري اتنين. وتالت واحد هداف الدوري عنده جون. عنده جون واحد؟ وبقيت لعب عنده شجوان. اعطني وش عندك يلا جول. بنشكر النجم الهداف واللاعب الخلوق عماد متعب. وعايز اقول لك انت نورتنا، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب، وبشكر حضرتك وبشكر كل المشاهدين وبشكر كل الناس اللي قالوا وجهه نظرهم. شكرا. الف شكر يا عم. شكرا الف شكر. موعدنا مع حلقه قادمه ووجهه نظر. شكرا يا باشا. شكرا. الف شكر. جت سليمه الحمد لله. ايه العرق ده؟ مش عارف، الجو حر جدا ولا توتر؟ الحمد لله ما بخافش من حاجة. الحمد لله ما بنقولش خوف ولا حاجة. طيب تمام. ده كده خلاص؟ طيب. لا كان باقي سؤالين بقى أنا شلتهم. ماشي أوكي. طيب ماشي. لا كأنك باصص لي بقى. أنا بس هروح. أوكي. خليك زمان، خليك طيب. السلام عليكم. عباد انا بنهزر. يا عم انا عارفك. عباد انت عارف ان حبيبي قد ايه وانا بحبك جدا. احنا بنهزر وكل سنه وانت طيب. وبقول لك بمناسبه رمضان ربنا يعود عليك بخير انت وكل الامه الاسلاميه واسرتك الكريمه بالخير والسعاده. كل سنه وانت طيب. احنا كلنا بنلعب، اوعى تزعل مني. اسمع يا سيدي، متعب بصراحه احلى لعيب راس حربه في مصر وادى الاهلي كتير وادى المنتخب كتير، وانا بصراحه عن نفسي انا بحبه جدا جدا جدا، ومصر كلها بتحب امام متعب والاهلي والمنتخب وكل حاجه بحب امام متعب والجهاز الفني وكله بيحب امام متعب بصراحه. يعني امام متعب هداف كويس قوي ولعيب ذكي وبيستغل الفرص جوه الملعب وبيفرق يعني مع الفريق لما بيبقى موجود او مش موجود. امام متعب ده من افضل رؤوس الحربه الموجودين في مصر بجد يعني، والدليل على كده يعني انه دلوقتي هو بيشترك هو فلافيو بانه هم الاثنين تقريبا هدافين الدوري، فبيعرف يخلص كوره صح وبيحسم في ماتشات بيحسمها باللحظات الاخيره يعني، ليه لمسته في الملعب يعني معروف.
كابتن عماد متعب احنا بنحبك جدا والله، وانا راجل اهلاوي جدا وبحبك جدا، انت راجل 100 100 وزي الفل. انا طبعا الكلام ده كله انت عارف ان هو هزار وتهريج وضحك. انا رايي ان انت احسن راجل هداف في مصر دلوقتي واحسن راس حربه، وربنا يوفقك في رحله الكوره بتاعتك، ربنا يوفقك في الاحتراف، واحنا كلنا بنحبك، كل اهلاويه بتحبك، كل زملكاويه بتحبك، عشان منتخب وعشان الاهلي وعشان كل حاجه. احنا بنشكرك، وعايزك انت بقى تشكر جمهورك وتقول لهم كل سنه وانت طيب. انا بشكركم جدا، وبجد بجد انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان شاء الله عماد متعب يفضل موجود معاكم على طول، وتفضلوا تحبوه على طول، ومفيش حاجه تضايقكم منه خالص ان شاء الله. شكرا لكم. ألف شكر يا عماد. بنشكر نجمنا ونجم مصر الكابتن عماد متعب، ونتقابل في حلقة جديدة من حيلهم بينهم. بتهرس الصور يا دي، انت رخم يا اوعى تفتكر انك هتنقطني. انت مضيع، اكسر الترابيزة دي على دماغك. اوعدك انت طب عندك فرق توقيت، حيلهم بينهم ده خلاك مذيع، ربنا ينتقم منه. منك كلمة ومنك كلمة، والهدف نرسم البسمة. انت بتستاهل. حموكش مين يالا يا ابني؟ لا ريت لمعني، مش فاهمك. خلاك تلمع اشطار. انت قاعد مع منك جدا يا عم عيب. معلش طب بقى تاني، واديني ال 50 قرش. ايه اللي حرام؟ واحد ما يدري شو نسوي، واحد حط ايده بيدينا، واحد ما يدري شو نسوي، واحد حط ايده بيدينا. متخافش، هذا يمدح وهذا ينقل، وانت بس شاهد علينا. اقلبني وش اقلبني على كيفك، توني معدل هلم اقلب، عدل الكاميرا شويه وعاطيني واو. زوم زوم زوم. انا عايزه الاعداد. انت بتفكر تكمل مذيع كتير. 3 2 1